مرحبا احبابي، اليوم بتجمل انا وياكم طريقه تحضير الفروج بالفرن. عنا الفروج بيوزن كليين. بتمنى قبل ما نبلش بالفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وكمان بشكر اللي عم يدعموني دائما بالصفحه. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نعمل اول شيء خلطه الفروج. حط خل، حوالي 3 معالق طعام خل حطيت، كمان دبس الرمان، بسم الله، كمان 3 معالق طعام دبس الرمان، ملح، ملح على الذوق اكيد مثل كل مرة بقلكن حسب ما انتو بتحبوا الملح. زيت نباتي، حطينا زيت نباتي حوالي كمان 3 معالق طعام. بنحط الفروج، بسم الله الرحمن الرحيم. كمان راح حط بهار، فلفل اسود يعطي نكهة كتير طيبة الفلفل الأسود. كمان رح حط خلطة جديدة، هذا السر للفروج، بيعطي طراوي وطعم كتير ونكهة كتير طيبة وطعم طيبة. بدي حط لاكوزيت، شي بسيط بهيدا الشكل. حطيت حوالي 3 معالق طعام لاكوزيت. بخلط الفروج بالخليط اللي عملناه، وبحط بقلب الفروج بهيدا الشكل، بدهن الفروج منيح عشان يتشرب من الخليط اللي عليه. بدي قلكن شغلة كمان، اذا حبيتوا معكن وقت تنقعوا الفروج مثلا ساعة ساعتين بيعطي نكهة أكتر، بيتخلط بالخليط اللي عملناه. هلا بدنا نحطه على الصينية. جهزت الصينية، بسم الله. حطوا الفرن على درجة حرارة 200 عشان يستوي منيح. هلا بحطه بالفرن، بسم الله. هيدا الفروج بعد ما طلع من الفرن، اخذ بالفرن اسم الله ساعة ونص على درجة حرارة 200 من الاعلى والاسفل. جنب الفروج جد طبولي ما بيخلى القمر من الطبولي، عطول الطبولي كتير روعة. وعملت صحن بطاطا، لنشوف الفروج كيف طلع مع بعض. بسم الله ما شاء الله، هيدا لون، يعني ما بدي قلكم منا لون كتير كتير طالع روعة، كأنه مشوي على الفحم، والريحة عن جد كتير رائعة. هيدا الشكل، ما في ريحة ولا زنخة ولا أي شيء، ومستوي 100% مثل ما شايفين. بسم الله 100% ما شاء الله مستوي. هيدا الفروج اللي عملته أنا وياكم بخلطة جديدة وكتير طيبة وروعة. بتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم الخلطة اللي عملناها مع بعض،
وبتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، والشكر كبير للمشتركين بصفحتي والمشاهدين لصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.